ممكن نقولوا نبيل عيوش سوفاك. هي ماشي كيستيون سوفاك بحال هكا كما قلتي، ولكن نبيل عيوش مخرج داك لواحد لونيفير جديد اللي ولا هو حياتك. لا لا، انا كانت حياتي في الفن قبل ما تلاقى بنبيل عيوش. كنت كندير المسرح قبل ما تلاقى بنبيل عيوش انا، ولكن هو المخرج اللي كنت كنحلم به. هذه القضيه قلتها شحال مره في لقاءات صحفيه، قالوا لي كيفاش كانت البديه وهذه. قلت لهم انا كندير في المسرح و فيستيفاليوت في المعهد وهذه وكنقول واحد درت شي جوج الكاستينغ بحال هكا وما عجبنيش الحال. ومهم وكنقول شي نهار غيجي مخرج اللي غيشوف فيني وغيقول لي عبد الاله انت الممثل اللي خاصني القدرات اللي عندك داكشي اللي كتحس به فوالا. نهار تلاقيت مع نبيل عيوش قال لي نفس الهضره اللي انا كنتخيلها، تناض مورا الكاميرا وقال لي عندك احساس غتمثل معايا تبارك الله عليك. ما قالش عندك كاريزما عندك وسامه عبد الاله رشيد؟ ما هضرناش على الوسامه ديك الساعه، غنهضر على التفرقيه هذاك الشيء فهمتي، خاص الاحساس هذا مال الاحساس.